bending moment diagram. Draw the shear force and bending moment diagram for the stably supported beam subjected to constraint moment as shown in the figure below. طبعا هذا هو stably supported beam. بالA اكو hinge وبالB اكو ruler. على مسافة G هاي C العفو اللي هي تبعد A عن ال A capital وB عن ال B capital. نقطة C مسلط عليها concentrated moment. التوتال لينث مالت السبان توتال سبان مالت ال AB simply supported beam هو ال L. هسا أول مرة على مود أنا أبدي أرسم الشير فورس والبيندنج مومنت دايجرام. أول مرة لازم شنو أسوي؟ لازم أوجد الرياكشنز. أنا بما أنه عندي هذا البيم هو في حالة اتزان، إذا تطبق عليه معادلات التوازن الثلاثة. أول معادلة راح أخذ سميشن مومنت بالبي تساوي صفر، فبالتالي أنا عندي رياكشن هنا بالأي، عندي تو رياكشنز، واحد فيرتيكال والآخر هوريزنتال، والآخر هوريزنتال. بما أنه أنا هوريزنتال ما عندي قوة أفقية، فبالتالي ما أتوقع أنه أحصل شنو رياكشن أفقي، لذلك راح أفرض فقط أنه هو قوة شبيهة عمودية أو رياكشن عمودي. إذا أجيت أخذت مومنت أنا بالبي، هسا طبعا هذا المومنت جاي يحاول شو يسوي؟ يفر بهذا الشكل، يحاول يفر البي، يعني قاعد يحاول يرفعه من جهة أي، لذلك المتوقع انه الرياكشن شو يكون؟ يحاول يرجعه الى مكانه، لذلك يكون للاسفل، يكون للاسفل. ارجع هسه اذا اجينا رسمنا الفري بودي دايجرام لهذا البيم، هذا المومنت جاي يفتر كلوك وايز. اذا ثبتنا النقطه في بي، فهذا المومنت جاي يحاول شو يسوي؟ يرفع النقطة A، يحاول يرفع النقطة A ويفرها حول من؟ حول ال B. يعني المتوقع أنه شو يكون الشكل مالتي نتيجة هذا المومنت؟ هيك يريد يصير، هيك يحاول يصير. إذا جيت ثبتت شنو النقطة هنا، إذا جيت ثبتت هاي النقطة، فهذا نتيجة رفعة، نتيجة هذا المومنت أنه يفتر كلوك وايز بهذا الشكل، يفتر كلوك وايز. شوف ايش شو يسوي؟ يحاول يرفع. الرياكشن ما يخليه يرتفع، معناها انه يسلط قوه باتجاه الاسفل، يسلط قوه باتجاه الاسفل، لذلك احنا ثبتنا الرياكشن اتجاهها للاسفل. زين، هسه اذا اجيت اخذت المومنت مساوي للصفر في البي، معناه شنو راح احصل؟ راح احصل انه هاي القوه للاسفل، المومنت هنا يساوي صفر، اذا فقط هنا الان لازم شنو نساوي؟ نساوي لنا القوه في الذراع، فبالتالي الار اي في ال زين تساوي الام. ال R A في ال L تساوي ال M، أو العفو ال M تساوي ال R A في ال L، هاي سالب R A في ال L بلس ال M تساوي صفر. إذا أحولها شو يصير؟ ال R A في ال L تساوي ال M، ال R A في ال L تساوي ال M. هنا ال R A طبعا عفوا هنا تساوي ال M over L، مو الـ M L، الـ M over L، هاي غلط، الـ M over L قسم على L، إذن الـ R A تساوي الـ M over L. هذا للأسفل. أجي أخذ يا أما مومنت بالـ A، وإذا مومنت بالـ A أجي أخذ مومنت. هسه هذا المومنت إذا أثبت الـ A، هذا شنو يحاول المومنت اللي هنا؟ يحاول ينزل البيم، يعني يحاول يفر بهذا الاتجاه. واذا يحاول ينزله، اذا اخذ مومنت بالاي مساوي للصفر، يعني اثبت الاي،
فبالتالي الـ RA لازم يرتفع للأعلى على مود يرجع بمكانه، يثبته بمكانه، وبالتالي راح يكون اتجاه الرياكشن هو للأعلى، اتجاه الرياكشن للأعلى. وعلى هذا الأساس طبعا أنا شنو راح أسوي؟ راح أخذ مومنت في الـ A، ومن أخذ مومنت في الـ A راح أطلع قيمة الـ RB. اليوم عندي مشكلة بالماوس، ما أعرف شنو مشكلتي. على العموم فالـ RD في الـ R نفس الشيء صار، هذا للأعلى، هذا جاي فور شنو؟ كلوك كاونتر كلوك وايز. الـ RB جاي فور كاونتر كلوك وايز، في حين الـ M يفر كلوك وايز باقي على وضعيته. إذن الـ RB في الـ R ناقص الـ M شنو تساوي؟ تساوي صفر، تساوي صفر. زين، إذن أنا شنو راح يصير عندي؟ راح يصير عندي الـ RB أيضا تساوي الـ M هم هنا هم over L. الـ M over L، بس إذا جيت لاحظ نهاية المساويات على مود أحصل، أنا أحصل توازن باتجاه العمودي، لازم واحد عكس الثاني، هو طلع فعلا واحد عكس الثاني. إذن هاي هي الرياكشنز. زين، الشير فورس بما أنه ما عندي concentrated force أو bending أو distributed load، إذن أكيد الشير فورس بما أنه هذا مومنت ثابت وما له علاقة بالشير، إذن هو الشير فورس راح شو يساوي لي؟ يساوي لي يا أما الـ RA يا أما الـ RB، ويكون متساوي على طول البيم. لذلك شو يصير؟ يصير الـ M over L سالب على طول البيم. شنو معناها؟ معناها الشير جاي يحاول ينزله، بعدين أمشي، بعدين شنو؟ يرفعه، بعدين يرفعه. واضح؟ هسه لو نجي نقول ليش سالب هنا، تتذكرون إذا أجيت أخذت قطع هنا، إذا أجيت أخذت قطع هنا بهذا المكان، أخذ هذا الجزء الأيسر، هذا هو الجزء الأيسر لو فرضنا. زين، هنا الرياكشن وين؟ للأسفل. احنا قلنا على الوجه الايسر شو يصير الشير فورس للاسفل هو الموجب، قلنا على وجه القطع الايسر، هذا هو القطع اللي اخذناه، هذا هو الجزء. فايش قلنا؟ قلنا على الوجه الايسر للقطع للاسفل الشير فورس هو الموجب. هسه هاي بما انه الكتله كلها او البيم كلها في حاله توازن، هذا هو الـ RA، هذا هو الـ RA، بالتالي أنا عندي الـ RA للأسفل، وهذا الـ V الشير هم للأسفل، فأكيد أكيد الشير لازم على مود توازن هاي القطعة، لازم شو يكون اتجاهها؟ يكون اتجاهها على الوجه الأيسر، يكون اتجاهها وين؟ للأعلى، إذن مو للأسفل، وإنما وين يكون اتجاهها؟ يكون اتجاهها للأعلى. وبما أنه صار اتجاهها للأعلى وهو على الوجه الأيسر للقطع، فصار شكله سالب. ليش؟ لأن احنا اتفقنا انه هو على الوجه الأيسر للقطع يكون موجب الشير عندما يكون متجه للأسفل، لكن نتيجة التوازن صار الشير لازم يكون اتجاهه للأعلى وهو على الوجه الأيسر، فصار شنو قيمته؟ قيمته سالبة. وهاي وين ما تقطع راح يكون هذه القيمة، قيمة سالبة، لذلك قيمة الشير فورس كلها سالبة على طول البيم. إذا أجينا نحسب هسا البيندق مومنت، فنفس الحالة البيندق مومنت قلنا إذا يفتر على الوجه الأيسر كاونتر كلوك وايز، كاونتر كلوك وايز فهو شنو؟ هو موجب، وإذا كلوك وايز فهو سالب. زين، هسا أنا عندي لو أجيت أخذت مومنت هنا، خل أمسح هذا الشير، لو جيت أخذت مومنت بهاي النقطة، بهاي النقطة
ايش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي ال RA في هاي المسافه، في هاي المسافه الاكس مثلا. زين، شلون جاي يفر؟ جاي يفر بهذا الاتجاه كاونتر كلوك وايز. زين، على مود هاي تتوازن، على مود هاي تتوازن القطعه، لازم شو يكون عندي؟ يكون عندي مومنت يفتر عكسها بهذا الشكل، بهاي الوجه. فش يصير؟ هو هذا الام البيندنج مومنت، هذا هو البيندنج مومنت. ايش صار البيندنج مومنت يفتر؟ يفتر كلوك وايز على الوجه الايسر. واحنا اتفقنا اذا البيندنج مومنت يفتر كلوك وايز على الوجه الايسر، ايش سوى بهاي القطعه؟ سوى تنشن فوق وكومبريشن جوا، صار كونكيف داونورد. يعني شلون صارت القطعه هاي تتغير شكلها؟ تغير شكلها بهذا الشكل، بهذا الشكل يتغير شكلها. واحنا قلنا اذا يتغير شكلها بهذا الشكل معناها شنو؟ هذا البيندنج مومنت، بيندنج مومنت سالب. لذلك بدايه المومنت صفر لان هذا هنج، ونهايته في النقطه سي صار شنو؟ سالب. ايش قد قيمته سالب؟ سهله، اجي هنا أنا من هاي القطع، هذا عندي ايش قد؟ الار اي، الار اي ايش قد قيمته؟ الام اوفر ال، صح؟ الام اوفر ال هاي القوه، اضربها في المسافه اللي هي هنا اي، اذا بالسي مكان الاكس تساوي اي، شو يصير؟ ام في الاي اوفر ال. اجي بعد السي اخذ قطع، اذا اجيت اخذ القطع شنو صار؟ صار عندك الام في ال اوفر بي، الام في ال اوفر بي. يعني هسه اذا اجيت هذا الجزء اخذته بعد السي، شنو صار عندي؟ هذا هو الجزء اللي بعد السي، اجيت اخذت قطع في نقطة سي لكن بعد السي، بعد المومنت. شنو هذا هو الار بي؟ اذا هذا هو الار بي فلازم انا مومنت شلون راح يكون عندي؟ هذا جاي يفتر بهذا الاتجاه، اذا انا لازم شنو عندي؟ مومنت بهذا الاتجاه. على مود من اخذ مومنت بهذا الاتجاه سميه شنو مومنت، راح هاي القوة في ذراعها اللي هو بي تساوي لي هذا البيندنج مومنت الام اللي هنا. فهذا شنو صار؟ صار جاي يفتر كلوك وايز على اليمين على الوجه الايمن للقطع، اذا هو موجب. ايش قد قيمته؟ قيمته الار بي في البي، الار بي هي الام اوفر ال، في البي صار الام في البي اوفر ال. بين هاي النقطه وهاي النقطه هي صارت يسموها الجاب او القفزه، هاي القفزه دائما مساويه للكونستريتد مومنت. فهسه لو تجي تجمع ام في البي اوفر ال على M في الـ A over L، شو يصير؟ M في الـ A plus B over L، والـ A plus B هي كلها شنو؟ L. يعني M في الـ A plus B over L، والـ A plus B هي أصلاً L، فهذا كله يختصر ويا هذا، وتبقى قيمتها هي الـ M، تبقى قيمتها هي الـ M، وبالتالي صار الرسم. بعدها جاي تلاحظ انه يبدي من الصفر ويصير الحد هنا للسي، وبعد يصير قفزه بالمومنت، وبعدين هذا يرجع ينتقل يساوي الصفر. ليش؟ لان ماكو لود هنا بعد وماكو تغير بالمومنت. فعلى هذا الاساس حسبنا البيندنج مومنت دايجرام في من صفر الى اي، العفو من الاي الى السي، ومن السي الى البي عن طريق هاي الام اكس هي الار اي في الاكس بلس ام، ويساوي الام في الال في الاكس بلس الام. هاي المعادله اللي هي تشتغل من صفر الى اي ومن الاي الى ال. شلون حسبناها؟ الار اي في الاكس بعد ما اعبر الام تدخل الام هنا، هاي الام تدخل بهاي المعادله، تدخل بالمعادله واقدر احسبها، او مثل ما انا سويت هنا مره اخذ قطع عند السي واخذ الجهه اليسرى والمومنت ما داخل، ومره اخذها عند الجهه اليمنى وهم المومنت ما داخل. يعني كانما شنو سويت انا؟ كانما هذا هو الشكل مالتي، وهاي هي النقطه سي، وهذا هو الجزء الايمن. فمره اخذت قبل النقطه سي بقليل، ومره اخذت بعد النقطه سي بقليل، هذا قطع الاول وهذا القطع الثاني. في الحالة الأولى أخذت بس الـ RA،
والحالة الثانية أخذت فقط الـ RB أو مثل ما مسوي بالماذا إنه حسب المعادلات. هذا هو فيما يخص هذا المثال. مثال آخر يقول draw the shear force and bending moment diagram for the simply supported beam subjected to linearly varying load as shown in figure. هسه هذا هو cantilever وهذا هو linear varied مثلث الحمل مالتي. فأريد أنا شنو هسه أرسم الشير فورس والبيندنج مومنت دايجرام. طبعا هسه واحد إحنا قلنا بالسيفلي سبورتد شلون تبدي تحل، لازم تطلع شنو، لازم تطلع الرياكشنز. لكن مثلا بما أنه هنا ما طالب إيجاد الرياكشنز، أنت ممكن تستغني عن هاي الفقرة على مود لا تضيع وقت. وشلون تبدي؟ أبدي من الجهة اليسرى اللي هي نقطة أي، وأبدي أحسب البيندنج مومنت دايجرام والشير فورس دايجرام بغض النظر عن وجود أو عدم وجود السبورت رياكشنز. شلون؟ راح اجي اخذ انا شنو، اجي اخذ قطع في نقطه تبعد اكس عن من، هاي هي الاكس، هنا راح اجي اخذ قطع في نقطه تبعد اكس عن من، عن الاي. زين، اجي اخذ هذا الجزء الايسر، هذا هو البيم، اجيت اخذت انا هذا القطع طبعا مالتي، هذا هو مثلث الحمل اللي بقى اللي هو مسافة جيت اكس. هسه الحمل مسلط بهذا الاتجاه، تمام، الحمل مسلط بهذا الاتجاه. انا ايش قلت؟ بما انه هذا يسار القطع، اذا هذا الوجه اذا شير فوز هذا اتجاهه هو موجب، والبيندنج مومنت اتجاهه شو يكون؟ كاونتر كلوك وايز، ايضا موجب. هسه هاي هي هذا الفي وهذا البيندنج مومنت، وهذا هو اللود او محصله اللود اللي جاي من الار من الاكس، هاي المسافه اكس. هسه اللود شلون اوجد انا؟ شلون اوجد اللود؟ طبعا هذا مثلث، هاي الارتفاع شلون اقدر احصله؟ من تشابه المثلثات. فهذا اللود الاصلي بادي من صفر الى دبليو في ال، معناها إذا مثلثي تشابه مثلثات W على L شو يساوي لنا؟ يساوي لنا فت قيمة معينة، علامة استفهام هاي، على يمين على X. معناها هاي القيمة مالت الحمل بهذا المكان، بهذا المكان ايش قد قيمتها؟ هي W في X على L، هاي هي القيمة، وهاي هي W في الاكس على L، جاية من من؟ من تشابه مثلثات. هذا المثلث الأول اللي هو على هذا الجزء فقط يشبه هذا المثلث الأصلي اللي هو مات الحمل كامل. المثلث الأصلي هذا هذا الضلع طوله L وهذا الضلع طوله W، المثلث الزغير هذا الضلع طوله X وهذا اللي أنا أريد أعرفه. فمن تشابه المثلثات طلع هذا الضلع طوله W في الاكس over L. إذا هسه أنا إذا أريد أحسب هذا القيمة مات هذا اللود شقد كمحصلة، شقد قيمتها إذا أريد أحسبها؟ فشنو أسوي؟ أحسب مساحة المثلث. فهاي مساحة المثلث شنو تساوي لنا؟ تساوي لنا نصف القاعدة في الارتفاع. القاعدة هي X، الارتفاع هو هاي القيمة W X over L. فنصف القاعدة في الارتفاع W X over L في ال X على 2. فشنو صارت؟ صارت W هاي ال R تساوي W X تربيع over 2 L. زين، إذا أجيت أخذت هسه كوليبريم من هاي القطعة، هاي قطعة البيم الصغيرة اللي هي القطع الأيسر من 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 هذا المقطع اللي على بعد X، فصارت الـ R محصلة هذا الحمل ويشير للأسفل،
فصارت لازم اكيد الشير فورس لازم وين تكون شكلها؟ لازم يكون شكلها للاعلى لان توازن، فاذا الشير فورس لازم شنو تكون؟ تكون للاعلى بهذا الشكل. وبما انه للاعلى هذا الوجه، اذا هي للاعلى ايش راح يكون؟ راح يكون قيمتها اكيد سالب. ليش؟ لان احنا اتفقنا انه اذا الشير فورس على الوجه الايسر للقطع للاعلى فهي قيمتها سالبه. هسه وين ما راح اخذ قطع راح تظهر لي نفس الحاله، فقط الاكس تكبر وبالتالي قيمه الشير فورس هي ايش جيت؟ هي صارت دبليو في اكس تربيع على 2 ال سالب نفس قيمه الار، وهاي صارت هي هاي معادله الشير فورس. عندما اكس تساوي صفر فالشير فورس تساوي صفر، عندما اكس تساوي ال فالشير فورس شو يصير؟ عوض ال هنا يصير ال تربيع، فشو يصير؟ دبليو في ال على 2 ال ويا ال تختصر، وقيمه سالبه. ليش؟ مثل ما هنا اتفقنا. زين، هذا انتهينا من الشير فورس، وجاي تلاحظ قيمة الشير فورس شبيهة، قيمة الشير فورس هي سالبة وتتغير حسب هاي المعادلة. ليش؟ لأن هنا W اللود هو متغير. طبعا هاي W في الآل على 2 هي تمثل الرياكشن نفسه، هي تمثل الرياكشن. ليش؟ لو أنا جيت حسبت الرياكشن هنا جيت، فأكيد هو الحمل كله، والحمل كله هو مساحة المثلث، ومساحة المثلث هي W في الـ L على 2، فصار W L على 2 اللي هو نفس قيمة الشير. إذا أجيت هسه أحسب البيندنج مومنت على بعد X من الـ A، فالبيندنج مومنت قلنا رجاء اللي مشغل المايك خيطة فيه، البيندنج مومنت اللي على بعد X من النقطة A، قلنا بما أنه على القطع الأيسر، على القطع الأيسر الوجه الأيسر للقطع العفو، إذا لازم هو شنو يشتغل؟ كاونتر كلوك ويز، يلا اعتبره موجب. هسه لو أجيت أباوع، إذا أجيت أخذت مومنت بهاي النقطة هنا على الوجه، هاي الـ R A جاي تفر كاونتر كلوك ويز، أكيد البيندنج مومنت لازم يفر عكسها على مود يوازنها. فايش راح يصير؟ راح يصير اتجاهها وين؟ للاسفل، راح يشتغل كلوك وايز. لذلك شنو راح اسوي؟ راح اعدل الاتجاه مالتي. راح يكون اتجاهها بهذا الشكل. وبما انه اتجاهها صار كلوك وايز وهو على الوجه الايسر للقطع، إذا صارت قيمته شنو؟ سالبة. إيش قد قيمته؟ إيش قد كقيمة عددية؟ هو الـ RA في الذراع مالتها، هذا هو الذراع اللي هو R small نفرضه مثلا. الذراع إيش قد؟ إحنا نعرف محصلة أي حمل مثلث هو يقع وين؟ في مركز مساحة المثلث، ومركز مساحة المثلث تبعد ثلث من القاعدة وثلثين من الرأس، فبالتالي ثلث القاعدة هو اكس على 3، اذا الـ R تساوي اكس على اليمين على 3. زين، الـ R هي نفسها W في اكس تربيع على 2 L ما تغيرت، فشنو صارت قيمة المومنت؟ صارت قيمة المومنت سالب W في اكس تكعيب على 6 L. لو اجي اباوع هسه، عندما اعوض الاكس تساوي صفر، هاي صفر هنا، X تساوي L، يصير المومنت بهاي النقطة هو W L تربيع على 6 بالسالب. ليش؟ مثل ما اتفقنا. هسه خلينا نجي نراجع معلوماتنا. احنا ايش قلنا؟ قلنا إذا أريد أحصل على البيندنج مومنت من الشير فورس شنو أسوي؟ خلينا نراجع هاي العلاقات. هنا مشتقة الشير، مشتقة الشير تعطينا لود، ومشتقة المومنت تعطينا شنو؟ شير. مشتقة الشير تعطينا لود، ومشتقة اللود تعطينا شير. زين، أو تكامل الشير
أو تكامل، العفو، تكامل اللود يعطينا شير، وتكامل المومنت يعطينا شنو؟ أو تكامل، العفو، تكامل اللود يعطينا شير، وتكامل الشير يعطينا مومنت. إذا أجينا نرجع على هاي معادلاتنا، على هاي معادلاتنا، إذا جاي تلاحظ قيمة الشير اللود يتغير خطيا مع الأكس، اللود يتغير خطيا مع الأكس، زين، في حين المومنت الشير فورس يتغير مع الأكس بمقدار من الدرجة الثانية. ليش؟ لأن الشير جاي من تكامل اللود، فإذا اللود يتغير مع الأكس من الدرجة واحد، من أجي أكامله شو يصير الأكس من الدرجة الثانية؟ ونعرف أنه المومنت هو تكامل شنو؟ تكامل الشير، وبما أنه الشير متغير مع الأكس من الدرجة الثانية، من أجي أكامله راح شو يصير المومنت؟ يتغير مع الأكس من الدرجة الثالثة. زين، لو أجيت بالعكس، أنا أعرف أنه الشير هو مشتقة المومنت، فإذا المومنت من الدرجة الثالثة فأكيد الشير لازم من أشتقة، أشتق المومنت راح يتحول إلى الدرجة الثانية، وأنا أعرف أنه اللود هو مشتقة الشير، وبما أنه الشير من الدرجة الثانية من راح أجي أشتق اللود راح يصير WX over L اللي هي متغير، هاي معادلة اللود، هاي هي معادلة اللود. فمعناها أنه دائما اللود أقل من الشير بدرجة، والشير أقل من المومنت بدرجة. ليش؟ لأن اللود هو جاي من مشتقة الشير، والشير هو مشتقة المومنت، أو بالعكس، الشير المومنت هو تكامل الشير، والشير هو تكامل اللود، لذلك لازم واحد أعلى من الثاني بدرجة. لو لاحظت بالمثال هذا، هذا المثال الثاني اللي أخذناه، كان اللود من الدرجة صفر، يعني ما له علاقة بالأكس، يعني معناها شنو الأكس؟ أسجد الصفر. زين، هذا المثال الثاني اللي أخذناه بالمحاضرة السابقة. إذا جاي تلاحظ الشير شنو صار؟ إلى علاقة بالأكس، لكن شنو؟ خطي، معناها الأكس من يا درجة؟ من الدرجة الأولى، صار فرق عنا درجة، في حين البيندنج مومنت صار من الدرجة الثانية، صار من الدرجة الثانية البيندنج مومنت. ليش؟ لأن البيندنج مومنت جاي من تكامل الشير، والشير جاي من تكامل اللود، أو الشير جاي من مشتقة البيندنج مومنت، واللود جاي من مشتقة الشير. وهذا تطبق على كل حالاتنا إذا أردنا نشيك.